في البداية أول كم مرة في الدوري كان صعبين، العربي كان يحتاج دفعة معنوية نفس الفوز، وقدرنا نتعدى هالخطوة وفزنا على مصال، وإن شاء الله تكملة الانتصارات في المباريات الجاية إن شاء الله. طبعا المنافسة للحين في أولها، الدوري للحين أول 4 جولات، باقي كثير، الفرصة سهلة إنه نرجع ونعوض ونكون في المربع، وفريقنا زين إن إحنا نقدر نوصل. طبعا مع كل مباراة لازم نعرف إيش الإيجابيات وإيش السلبيات في المباراة، عشان في المباراة نحاول نعوض ونصحح من أخطائنا. كل ما في تصحيح من أخطاء كل ما في فرصة أكثر للفوز على الوكرة.